استقرت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث ثبت عيار 18 عند مستواه السابق مسجلا 544 جنيها للجرام، كما استقر عيار 21 عند 635 جنيها للجرام، واستمر عيار 24 أيضا في مستواه السابق ليسجل 726 جنيها للجرام، كما استقر الجنيه الذهب عند قيمته السابقة مسجلا 5080 جنيها.